الله سبحانه وتعالى المعلومات على قسمين فيه: علمه عين ذاته، هذا علمه بسيط لا تركب فيه، لكن متعلق العلم يعني المعلومات، هذه المعلومات قد تكون مكنونة مخزونة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهنا يكون العلم بالبداء، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بما يقدر ويعلم بما يغير من تقدير. وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه، هذا ليس غلوا في الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بل هذا هو عين التوحيد وإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى بأنه اصطفى بشرا وميزهم، هذه كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يخلق بشر في تركيبته الجسدية، بشر سواء من الأعضاء، أعضاؤه أعضاء بشر، لحم، دم، نفس، روح، جسم، تركيبة بشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه التركيبة البشرية الله سبحانه وتعالى يصطفيها فيختارها للنبوة، للرسالة، يجعلها معصومة، يعلمها ما يشاء من غيبه لأنه ارتضاها. كل هذا إثبات لقدرة الله سبحانه وتعالى. البعض يريد ينفي مقامات الرسول صلى الله عليه وآله، يجي يستدل بهذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم. زين، قل إنما أنا بشر مثلكم يعني أنا بشر في تركيبتي الجسدية، في تركيبتي النفسية، لي غضب، لي رضا، لي عواطف، أجوع، أحتاج إلى قضاء الحاجة، كانا يأكلان الطعام، هذه في التركيبة البشرية مثلكم. لكن هل المقصود أنه في المقامات هم مثلكم؟ يعني أنتم مو أنبياء هو مو نبي؟ كلا، هذا ليس مقصود. أنتم مو معصومين هو مو معصوم؟ أنتم تجهلون الغيب لأن الله لم يعلمكم، فالله لم يعلم الرسول الغيب؟ كلا. الله لم يوحي إليكم فلم يوحي إليه؟ كلا. وإنما المقصود أنه تركيبته بشرية، لكن الله سبحانه وتعالى من حيث المقامات فضله. عيسى عليه الصلاة والسلام بشر، وأيضا بشر مثلنا. نعم، الله خلقه من غير أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لكن تركيبته الجسدية تركيبة بشر، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى قضاء الحاجة، يحتاج إلى نوم. زين، الأمور البشرية موجودة فيه، لكن عيسى نبي، هذا مقام من أنبياء أولي العزم. عيسى عليه الصلاة والسلام بلمسة يد يبرئ الأكمه الأعمى بالولادة يعني، والأبرص، يحيي الموتى، كل بإذن الله سبحانه وتعالى. هو مو مثلنا في المقامات المعنوية، وإنما هو مثلنا في التركيبة الجسدية. فإذن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشخص، قادر لو عاجز؟ الجواب قادر. أكو في حديث أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان جالسا على نهر دجلة، أو كان جالس في مكان يتراءى له نهر دجلة، فأحد الأشخاص كان يعرض بالإمام عليه الصلاة والسلام: ما معناه أنه جماعتك يتصورون أنك تعلم عدد قطر مياه دجلة؟ كم قطرة في دجلة؟ دجلة عندما تنطلق من الجبال في الأراضي التركية إلى أن تلتقي والفرات، كم قطرة فيها؟ مليارات مليارات مليارات، لا نعلم. يقول إن مثلا جماعتك يزعمون أنك تعلم عدد قطر هذا النهر الشاط. زين، الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام جواب إسكاتي. الجواب شنو كان؟
قال إذا علم عدد قطر دجلة شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه لبقة، فتبقى الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيها، يعني إذا أراد أن يعطيها علم عدد قطر مياه دجلة، هل الله قادر أو عاجز؟ زين إذا أنت مسلم لازم تقول الله سبحانه وتعالى قادر. زين إذا الله قادر أن يعطيها لبقة، أليس الله قادرا أن يعطيها لبشر اصطفاه وطهره؟ نعم قادر.